ان الدراسه الشخصي شافوا انه على حق لتقديم هذا الاحتراز وبالوصول الى هذا الاحتراز الى مطافه الاخير اللي هو المحكمه الرياضيه التاس. وهنا نحب ناكد انه ملف النادي الرياضي الصفاقسي كان مدعم من جميع النواحي، فما مؤيدات، فما وجهه نظر قانونيه صحيحه. وانا نحب اول مساله نحب نركز عليها انه النادي الرياضي الصفاقسي كبنا الاحتراز نتاعو، فما معطى هام انه احمد العكيشي عندما فسخ عقده مع فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي كان فسخ العقد بصفه احاديه الجانب. في الحالة هذه لجنة النزاعات قضت بأنه اللاعب أحمد العكيشي ما يكون حر إلا عندما يدفع كامل مبلغ غرامة فسخ العقد. ثم في مرحلة ثانية عندما تم استئناف القرار أمام اللجنة الوطنية للاستئناف، اللجنة الوطنية للاستئناف أقرت غرامة الفسخ، لكن زادت اللاعب عقوبة رياضية اللي هي عقوبة الأربع أشهر. ثم في مرحلة ثالثة تم صدر قرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في تاريخ 13 أكتوبر 2015 اللي زاد في منحة غرامة فسخ العقد، ورفعت في منحة فسخ العقد ولات 650 ألف دينار. وهوني نحب نأكد أنه اللاعب أحمد العكيشي لم يقم بدفع كامل مبلغ غرامة فسخ العقد، لأنه حسب الملف أنه اللاعب أحمد العكيشي ما قامش بدفع مبلغ 650 ألف دينار اللي حكمت به الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. في الحالة هذه فإن الوضعية القانونية للاعب أحمد العكيشي ما تكونش قانونية، خاطر كي نرجعوا لقرار اللجنة الوطنية للنزاعات فإنه اللاعب لا يعتبر حرا إلا عندما يدفع كامل مبلغ غرامة فسخ العقد. الحالة هذه فإنه تأهيله ما يكونش قانوني ومشاركته في مقاربة النادي الرياضي الصفاقسي والنجم السياحي ما تكونش قانونية. احنا باش نمشيو في وضعية أكثر من هكاك، فإنه اللاعب أحمد العكيشي نفترضوا إنه تم تأهيله بعد قرار اللجنة الوطنية للاستئناف، وانه في الحاله هذه عندما دفع اللاعب مبلغ 570 الف دينار كان تاهيل اللاعب قانوني في تلك الفتره، لكن بعد صدور القرار اللجنه الهيئه الوطنيه للتحكيم الرياضي في 13 اكتوبر 2015 بالترفيع في الغرامه والتي اصبحت 650 الف دينار، فانا عدم دفع اللاعب للمبلغ المتبقي ينجر عنه سحب تاهيل اللاعب قانونا. في الحاله هذه فانه الجامعه التونسيه لكره القدم كانت مطالبه بسحب تاهيل اللاعب بعد ثبوت عدم دفعه لكامل المبلغ، واحنا توا في شهر فيفريو السي احمد العكيشي مازال للعب والمبلغ لم يتم دفعه كاملا. ببساطه نقول لكم كون ما لعبش مقابله اولى مع الترجي وبعد جاوا الاربع شهور ما لعبش زوز مقابلات دومي فينال والفينال نتاع ليتوال، وبعد الاربع شهور هذوكم شنو اللي مازالت له ثلاثة فوالا مازالت له تروا بارتي. الور اش يعمل هو هنا سي العكيشي؟ النجم وسيدي بوزيد 29/12 ما لعبش فيها، مازالت له إذا مقابلتين، وبعد النجم والنادي الإفريقي لعب. الور نورمالمون مادام لعب هو ما عندوش حق يلعب، ما مازالت له مقابلتين يوليو ثلاثة بالقانون. كونتر جي اس كا القروان ما لعبش، الور مازالت له زوز اخرين، وبعد ضد النادي الرياضي الصفاقسي لعب. سيس النادي الرياضي الصفاقسي قدام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي كلفت الاستاذ عماد المسدي كمحكم عن النادي الرياضي الصفاقسي. قامت الناس الكل بما فيهم النجم الرياضي الصحيحلي جرحت في الاستاذ عماد على اساس انه كان كاتب عام النادي الرياضي الصفاقسي ومن بعد النائب اول الرئيس. يعني انه الرجوع راهو للقانون العام راهو معمول به مش بدعه، وقوبل التجريح. والنادي الرياضي الصفاقسي وقتها كلف الاستاذ جابر الشقراني باش يحضر كمحكم. يعني انه هذه مساله التجريح راهو مساله اوليه وجوهريه. قبل ما تحكم لي يا خويا يلزم نتفق انا وياك على شكون مش يحكم لي. انا مانيش انا مش نختار، ما نختارش مش كيما قدام التحكيم الرياضي، اما قدام اللجنه الوطنيه للاستئناف انت تعين، اما انا يسمي نقبل به. وين وصلت الامور؟
احنا قلنا انه القرار الاول نتاع السيد رئيس تاع الجامعه كان معللا، قال لك رانا ما احناش مختصين وراو برك شو توجهوا، على الاقل عطاه موقف وقال علاش مطلب التجريح هذايا ثاني اللي تقدم للرئيس اخذ فيه قرار بالرفض دون تعليل بعد 24 ساعة. 24 ساعة هما ينظروا في مسألة التجريح، بالله ركزوا معايا في هذه المسألة على غاية من الأهمية، ثم يصدر قرار ونعلم به نهار الأربعاء العشية، يجينا غير معلن كل ولا طير قرنك سامحوني في كلمة، وتعلمنا اللجنة الوطنية للاستئناف أنه غدوة الحي الصباح بكري سيد غدوة الصباح راك مش تجيني باش ترجع لي باش ننظر في الملف هذايا. أنا تتوا معناتها وإحنا ثلاث بحذاهم معناتها إحنا لا عندنا خدم لا عندنا بيروات لا إحنا إحنا أوني أدو با، يعني أنه أمر غريب أمر غريب غريب سابقة هذه في الميدان الرياضي وفي الميدان القضائي معناتها سابقة غريبة. تعنت هذية يخليكم انتم يمكن ما كنتش ناقصين اذكات بارك الله ورجال عندكم من الخبرة شيء الكثير انكم تحاولوا تفسروا، احنا الحقيقة معناتها نقولوا حاجة برك. السيد رئيس اللجنة الوطنية للاستئناف كان جزءا من مسرحية حيكت ضد مصلحة نادي الرياضي الشخصي، ما نجمش نفسرها بحاجة اخرى، تعنت هذه مش نفسر بحاجه اخرى. انا اقول مسرحيه فصولها نعرفوها الناس كل مش مشكل، كلنا نعرفه بارك الله عليكم انتم تعرفوا كل شيء واحنا نعرفوا شويه.